السلام عليكم، نرحب فيكم مع برنامج علماء مبدعون، وهذا البرنامج يهدف إلى توثيق سير علماء الأمة وكل من قدم إضافة أو جدد لهذا الدين في هذا الزمان. ولذلك نحن سافرنا وتنقلنا من أجل أن نتعرف على هؤلاء النجوم اللي فيهم الأمة تنهض وفيهم الأمة ترجع إلى ريادتها وإلى عز حضارتها. ولذلك نأمل حقيقة أن مثل هذه اللقاءات تعجبكم وتستنيرون بهذه الأفكار من نخبة من المثقفين والمفكرين والعلماء، وكل على حسب تخصصه، منهم في الشريعة ومنهم في اللغة ومنهم في الأدب ومنهم في التاريخ والجغرافيا ومنهم في العلوم ومنهم بالتكنولوجيا، كل له إضافة وكل له بصمة. ولكن عندنا عدة شروط حتى نقابل الشخصية، منها أن يكون عمره تجاوز 50 سنة، ومنها أن تكون الإضافة أو التجديد الذي أحدث في خدمة الإسلام والمسلمين. على كل حال نتمنى أن ينال هذا البرنامج على إعجابكم وأن تتعرفوا على هذه الشخصيات، وإذا عندكم أسماء ترشحونها لنا فنحن على أتم استعداد للتعرف عليها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. السلام عليكم، نرحب فيكم مع برنامج علماء مبدعون، وهذا البرنامج يهدف إلى توثيق سير علماء الأمة وكل من قدم إضافة أو جدد لهذا الدين في هذا الزمان. ونلتقي اليوم مع الأستاذ الأديب والدكتور جابر قميحة، وهو أستاذ الأدب العربي بكلية الألسن بجامعة عين شمس والجامعات العربية الأخرى كذلك، كان يدرس ويشارك فيها ولديه عدة بحوث وعدة مؤلفات، وهذه الحلقة تحت عنوان حديث الذكريات، سنتحاور معه في ذلك بإذن الله. نرحب فيك دكتور جابر، فأهلا وسهلا فيك. حياك الله. ودكتور جابر، يعني نحن نتكلم معك في حديث الذكريات، فودنا نرجع يعني إلى أكثر من 60 سنة إلى الوراء ونتخيل ونتذكر يعني تلك المدينة اللي ولدت فيها ونشأت فيها، فلو تحدثنا عنها قليلا. تفضل دكتور. أنت كشفت حقيقة سني. نعم. للمشاهدين وللزوجة. نعم. هو في ذلك يعني نوع من على أي حال أعود يعني بك أو يعني أرجع بك إلى 60 سنة أو أكثر من 60 سنة. نعم. يعني وهي السنين اللذيذة المستطابة في الواقع. نعم. اللي هي سنين الطفولة، يعني دي زي ما يقولوا سنين الطفولة الباكرة. نعم. أنا ولدت سنة 1934 ميلادية في مدينة المنزلة من محافظة الدقهلية. نعم. ومدينة المنزلة تقع على بحيرة المنزلة في أقصى شمال النيل. نعم. أو في أقصى شمال دلتا النيل. نعم. وإن كانت البحيرة بحيرة المنزلة انحسرت عن البلد الآن وابتعدت عنها. نعم. بطريقة الجفاف أو الاقتطاع أو كما هو يعني معلوم. في الواقع نشأت بين أسرة كبيرة، وكان في هذه الأيام هناك ما نستطيع أن نسميه الوحدة الأسرية. نعم. يعني بمعنى الأب مع الأم مع الأبناء مع زوجات الأبناء. نعم. مع اللي هو يسموها عزوة الأسرة. نعم. عزوة الأسرة، يقول هذه أسرة طيبة متوحدة تأكل في وعاء واحد. نعم. وتعيش في بيت واحد، والبيوت كانت واسعة. نعم. واسعة إلى أقصى حد وعالية ويعني والبركة هذه مهمة جدا. الحمد لله. البركة كانت تسيطر في هذه الأيام لأن قلوب الناس كانت صافية. نعم. وكان الناس ناسا يعني كما. نعم. يقولون يعني. طيب، واتجاهك دكتور للقراءة والكتابة والأدب، يعني هل الوالد والوالدة مثلا؟ والله أنت تعجب يعني حينما أقول لك
يعني أن الوالد والوالدة كان يعني أميين يعني. نعم. ما كان واحد منهما يقرأ ولا يكتب، حتى أن الوالد من كثرة قراءتي كان ينزع الكتاب من يدي وينهاني عن القراءة. نعم. ويقول ما تمققش عينيك أكتر من كده يعني. نعم. ما تؤلمش عينيك أكتر من كده. نعم. وكنت أنا ولدت بهواية حب الكتاب. نعم. وحب القراءة لم يغرسها أحد، والناس هوايات كما يقولون. نعم. في واحد بيولد وعنده هواية حب الكرة أو حب اللعب. نعم. في عندكم في الكويت أنا أعرف يعني. نعم. أناس واحد هاوي، ما أقولش غاوي لا. نعم. هاوي جمع سبح. نعم. مسابح. نعم. واحد أعرف واحد هاوي جمع سجاجيد. نعم. ومصلى يعني. فكانت هذه هوايتي من الصغر، كان كل مصروفي في شراء الكتب، وكانت الكتب أيامها رخيصة جدا. نعم. بالنسبة لهذه الأيام. وحتى وأنا صغير في المرحلة الابتدائية يعني كونت مكتبة طيبة قد لا تجدها الآن عند شخص في الجامعة أو. نعم. موظف من خريجي الجامعات. وأذكر بهذه المناسبة طرفة يعني أمي كانت أمية. نعم. فكانت تسألني يا ابني اللي هو هل قرأت هذه الكتب؟ أقول لها نعم. طيب وفهمتها؟ أقول لها نعم. قالت فلماذا لا تبيعها لفلان البقال؟ نعم. صاحب محل البقالة التي تسمون محل بدالة. نعم. نعم. في الكويت. وتستفيد من ثمنه. أقول لها لا بد أن أحتفظ بها ولكي تكون مراجع. نعم. مراجع. أفهمتها؟ أقول لها نعم. نعم. طب ما دمت فهمتها لماذا تحتفظ بها؟ نعم. ما دمت قد فهمتها في عقلك. وأنت تلميذ طيب وتلميذ مجد وتلميذ وتوفيت الأم رحمها الله. نعم. وفي ذهنها هذا السؤال. نعم. الذي عجزت أنا عن إجابته وما زلت عاجزا عن إيه؟ عن يعني إجابته. نعم. فمن يعني هذه الهواية هواية حب الكتب وحب القراءة ممكن أن تغرس. في نفوس، ويجب أن نغرسها في نفوس أبنائنا ونفهمهم أن خير جليس في الحياة كتاب، مش جليس. نعم. خير مرافق وخير مقيم. إذا معناته لديك علاقة قوية مع الكتاب. نعم. نعم. يعني أنت الآن عندما تحصل أو تقتني كتاب جديد يعني ما هو شعورك؟ والله شعوري يمكن أقوله للإخوة وأقوله أمام الزوجة. نعم. يعني حينما أشتري كتابا جديدا وأقلب فيه أشعر كأنني تزوجت عروسا جديدة. نعم. فطبعا الصخب ينور في البيت. نعم. يعني تزوجت زيجة جديدة مليحة جميلة ما شاء يعني حورية. نعم. فيضحكون. حتى أنني قلت لبعض الإخوة والله أنا أدعو الله دعوة يعني وآمل أن يعني يستجيب لها، وهي إن كنت سأكون منعما في الجنة. نعم. فأدعو الله ولو حتى بعد خصم بعض نعيم الجنة مني. نعم. أن يضعني في مكتبة في الجنة. هذه من شدة حبك للإخوة. نعم. نعم. وهو يعني الرغبات مستجابة طبعاً يعني, طبعاً. يعني إن كنا من أهل الجنة وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من إيه؟ من أهل الجنة إن شاء الله. فهذا. نعم. هذا يعني مطلب أو دعوة من. نعم. الله وجهها لله سبحانه وتعالى. نعم. وأمل أن يستجيب لها. آمين. نعم. إن شاء الله. طيب. نعم. دكتور لا شك أن هناك شخصيات تأثرت فيهم يعني من المفكرين، من العلماء، من الأدباء، قد يكون من الأقدمين مثلا أو من المعاصرين. نعم. اللي عاصرتهم. نعم. والله هو في الواقع يعني قد تعجب لإعجابي بشاعرين قد يكونان على طرفي نقيض. نعم. الأول هو المتنبي، وهذا وأنا في آخر المرحلة الابتدائية وأول المرحلة الثانوية. نعم. والثاني هو علي محمود طه. المتنبي أنا يعني كنت أقرأه يعني قراءة خاصة. ما معنى خاصة؟ أهيئ الجو الذي أقرأ فيها المتنبي. كان لي حجرتان في أعلى سطح البيت. نعم. يطلان على بحيرة المنزلة. نعم. وخصوصا في الليالي القمرية فأوقد اللمبة اللي يقولوا عليها المصريين لمبة نمرة 10. نعم. اللي هي بالجاز وما كانش فيه أيامها كهرباء ولا حاجة. نعم. وهذا من 60 عاما أو 55 سنة. وأقرأ المتنبي أتوك يجرون الحديد كأنهم كذا وكذا وأسمع نفسي صوتي فأشعر
أن المتنبي أنني قد استدعيت المتنبي في هذه الحجرة التي أنفرد أنا بها. أشعر أنني أمام فخولة أو أنني أعيش في كهف معطر فيه ضباب غامض وفيه يعني لا أقول نسمات ولكن رياح مستقابة يعني تجدد النشاط. وإذا صرحت لأساتذة أنني أحب المتنبي يعجبون كيف تحب المتنبي وهو أكبر أو قراءة المتنبي أكبر من سنه. وكذلك كنت أحب العقاد والجميع يقولون العقاد معقد. كنت في ابتدائي وثانوي أحب العقاد كأنما أريد أن بطريقة يعني غير مقصودة أن أبدي نوعا من التحدي لما يقوله الناس من الصعوبة. الشاعر الثاني اللي هو علي محمود طه. كنت بقى بالعكس أشعر حينما أقرأ علي محمود طه وأسمع نفسي كأنني أمام روضة غناء فيها نسمة رخية مستطابة وعبير وشذا يأخذ بالنفس ويأخذ بالشعور. وكنت أحفظ كثيرا له كثيرا لعلي محمود طه بالذات وخصوصا مثلا زي أغنية الرياح الأربعة فإن سمعتم في صدى الأمواج أو صوت شاديكم أغنية تهفو على الأسباج حيرة تناديكم فهي لها وهي تناديكم أغاص في البحر أم قدح الخمر أم أبحر الشعر من حيث لا يدري. ثم هناك شعر لعلي محمود طه فيه فخولة لا وقوة لا تقل عن قوة المتنبي. فالمتنبي مشهور بفتح سيف الدولة قصيدته فتح سيف الدولة لقلعة الحدث ومعارك سيف الدولة. ولعلي محمود طه قصيدة تجد فيها روح المتنبي وكنت أحفظها من الصغر بعنوان المدينة الباسلة على ستالينجراد. إذا قرأتها لا تعتقد أنها لعلي محمود طه بل للمتنبي بيخاطب ستالينجراد اللي فني أمامها ستة جيوش من الألمان. بقول طلعوا جبابرة عليك وثاروا ووقفت أنت وروحك الجبار عصفوا ببابك فاستبيح فلم يكن إلا جهنم هاجها الإعصار. وبيقول في القصيدة اللي يتصارعون شفاء حرب من حجرة إلى حجرة ومن شارع إلى شارع يتصارعون بأذرع مخضوبة والسقف فوق رؤوسهم ينهار حرب إذا ذكرت وقائع يومها شاب الحديد لهولها والنار. ثم يقول فيها لو عاد هومير وسحر بياده ورأى ملاحمهم وكيف تثار ترك الذي غناه في طروادة وشد بهم وترنم يعني القيصار. دول تأثرت بهم. أما الشخصيات التي تقصدها شخصيات إصلاحية أو دعوية أو إلى آخره وأنا تأثرت بالمرحوم الإمام الشهيد الشيخ حسن البنا رحمه الله وقرأت رسائله وقرأت كتبه. والسبب أنني سمعته وأنا صغير فرأيت خطيبا يشد الجميع يشد الطفل ويشد الشيخ ويشد المرأة ويشد الكل. كان نوع من المقام البياني غريب على الأمة. إذا يعني معناته أنت أحببته من زاوية الأدب كذلك من زاوية الأدب من الناحية الأدبية كذلك ولأن هذا يتفق مع يعني هوايتي. ثم تعمقت الرجل وكتبت فيه كتابا لعله بين يدي اللي هو الإمام الشهيد حسن البنا بين السهام السوداء وعطاء الرسائل. وبالمناسبة يعني دكتور أنا أمامي مجموعة من الكتب وهي من دواوينك الشعرية. أنا ألاحظ يعني مثلا لجهاد الأفغاني أغني مثلا هذا كتيب. الثاني الزحف المدنس دي قصائدي في الكويت. هاي قصائد في الكويت. في مثلا لله والحق وفلسطين وفلسطين هذا كذلك ديوان. في ديوان اللي هو حديث عصري لأبي أيوب الأنصاري. أيوة حديث عصري إلى أبي أيوب الأنصاري. وما دمنا مع الأستاذ جاسم وهو كويتي انت تقولها جاسم بتعطيك الجيم لهذا الديوان الزحف المدنس قصة غريبة. تفضل. أول قصيدة نشرت عن اجتياح الكويت هي قصيدة الزحف المدنس. كان العدوان أنكم يوم 2 أغسطس إن لم تخني الذاكرة
نشرت هذه القصيدة في صحيفة الوفد يوم 4 أغسطس، ثم طورتها فصارت إيه؟ ديوانا. نعم. ولحرصي على الانتصار للحق. نعم. والحقيقة، ونظرتي لهذا العدوان نظرة إنسان رافض، نظمت الديوان وطبعته على حسابي. نعم. والحمد لله يعني، وكنت يعني أهديه لكل من أعرف من الحمد لله. لكن أنا ألاحظ أن التوجه الأدب اللي يعني تستمتع فيه إن صح التعبير أدب الجهاد. نعم. يعني سواء في قضية فلسطين أو في أفغانستان. نعم. أو في يعني غيرها من القضايا. نعم. أنت بالفعل يعني تحب. نعم. هذا الخط من وهذا الأدب. هو الشعر يعني الذي أتجه إليه. نعم. ولا أغلو إذا قلت بل هذا هو الشعر الذي يتجه إليه. نعم. لأن هذا الشعر هو الذي ينظمني. لا أنا الذي أنظمه. كل شيء إرادي ما عدا الشعر. نعم. يعني أنت تطلب مني أن أكتب مقالا موضوعه كذا فأكتبه. نعم. لكن لو طلبت مني أن أنظم الآن قصيدة موضوعها كذا لا أستطيع. أقول أمهلني ثم أفكر ثم قد ألهم. نعم. هذه القصيدة أو لا ألهم. أحيانا أجد القلم يجري ب20 أو 30 بيتا. نعم. ثم يتوقف، فإذا أردت أن أكمل بيتا واحدا لا أستطيع. وإذا أردت أن أكتب بيتا واحدا أو أبدأ قصيدة قد يمر الأسبوع والأسبوع ولا أستطيع. إذن هو إلهام. هو إلهام. لذلك. نعم. أصدق شيء يقال في هذا المجال أن الشعر هو الذي ينظمنا. نعم. ولسنا نحن. نعم. الذي ننظمه. وانتبه يا أستاذ جاسم، هذه المسألة تنبه لها الجاهليون. نعم. والعرب القدامى الأقحاح. فكانوا يعتقدون أن لكل شاعر يعني شيطانا من يلهمه الإيه الشعر. نعم. فيروى مثلا عن اللي هو الفرزدق إن لم تخن الذاكرة، كان إذا انقطع عنه الشعر يذهب إلى وادي ربما وادي عبقر أو غيره. نعم. ويقول يا أهل الوادي أجيب أخاكم أبا لبنى ويبكي. نعم. فيعود إلى البيت فيجد الشعر ينسال عليه نسيانا. طبعا يعني مش لدرجات، لكن هو نوع من الإيهام الذاتي. نعم. أو الاستدعاء الذاتي. نعم. للدوافع الإلهامية. وتجد من الأمثال الغريبة يقول لك لولا هبيد ما كان عبيد. أيوة. لولا الشيطان هبيد ما كان عبيد ابن الأبرة. نعم. طبعا الشيطان الشعري نحن لا نعترف به ولكن بنقول عليه الإلهام. بالضبط. الإلهام. طيب دكتور، أنا ألاحظ كذلك لك إسهامات في عالم التراجم. نعم. يعني مثل ما تفضلت منذ قليل الإمام الشهيد حسن البنا بين السهام السوداء وعطاء الرسائل. نعم. في كذلك كتاب آخر يعني الشاعر الفلسطيني الشهيد عبد الرحيم محمود. نعم. أو ملحمة الكلمة والدم. والدم. كما سميتها. في الأمل دنقل كذلك. نعم. وفيه اللي هو صوت الإسلام في عند حافظ إبراهيم. في ما هو يمكن في صوت الإسلام في شعر حافظ إبراهيم. نعم. وقد يرجع ذلك إلى أن أطروحتي في الدكتوراه. نعم. في فن التراجم. أيوة. اللي هو فن التراجم اللي هو منهج العقاد في التراجم الأدبية. نعم. فدرست على مدى 5 سنوات فن التراجم، سواء كانت ترجمة. نعم. غيرية اللي هي بيوغرافي أو ترجمة ذاتية أوتوبيوغرافي بتوسع كبير جدا. طبعا الدراسة الواسعة اللي هو الطويلة اللي هو ده منهج العقاد. نعم. طبعا بتغرس في الإنسان أو في عقل الإنسان توجيهات اللي هي الدراسة معينة. هذه رسالة الدكتوراه، هذه اللي حصلت عليها رسالة الدكتوراه اللي هي منهج العقاد في التراجم الأدبية. التراجم الأدبية. في التراجم الإيه؟ الأدبية. نعم. طبعا التراجم الأدبية أغلبها تراجم غيرية بيكتب عن واحد. نعم. وقد تكون الترجمة الذاتية أدبية. يعني أدبية كذلك، يعني كترجمة طه حسين لشخصيته في الأيام. نعم. وإن كان قد استعمل ضمير الغائب يعني. فعلى مدى 5 سنوات وأنا متفرغ تماما يعني لهذه الرسالة. نعم. وهناك معلومة برضو بوصفك يعني أخا كويتيا. نعم. وهي أنني حصلت على الماجستير من جامعة الكويت. نعم. نعم. في الفن القصصي
في شارع خليل مطران. ايوه في شارع خليل مطران. والدكتوراه من وين كانت؟ والدكتوراه من كليه دار العلوم جامعه القاهره. ايوه. والسبب ان انا كنت حريصا على ان احصل على الدكتوراه في القانون، لكن وقفت عقبات في جامعه الكويت. نعم. بعد ان حصلت على ليسانس الحقوق من القاهره ثم دبلوم الشريعه الاسلاميه من حقوق القاهره، اردت ان اكمل المسيره القانونيه في جامعه الكويت. نعم. فحدثت عقبات قانونيه اداريه. نعم. فقلت لنفسي فلاكمل مسيره الادب. نعم. فبسبب قصيده نيرون. نعم. النيرونيه اللي هي اكثر من 300 بيت لخليل مطران يتحدث فيها عن الطاغية نيرون وعن فلسفة الطغيان ومنطق الطغيان، اتجهت هذا الاتجاه. نعم. لأني وجدت هذا الرجل اللي هو خليل مطران يردد مفاهيم إسلامية في هذه القصيدة. نعم. فمثلا مفهوم استخف قومه فأطاعه يردده في قوله من يلم، بيتكلم عن المسؤولية الاجتماعية في خلق الطاغية. نعم. الشعوب هي التي تخلق طغاتها في الواقع. نعم. فبيقول من يلم نيرون. نعم. إني لائم أمة لو قهرته ارتد قهرا. نعم. كل قوم خالق نيرونهم، قيصر قيل له أو قيل كسرى. طيب دكتور، نتابع معك بعض الكتب اللي حضرتك ألفتها والرسائل. نعم. يعني أمامي نسيت نقطة مهمة جدا. نعم. تكملة الشغف بالتراجم. أيه. لأن معايشة الرجال ومعايشة حيوات الآخرين. نعم. يعد إضافة للعمر. هناك بيت من الشعر مشهور، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. جميل. أنا حينما أدرس حياة عبد الرحمن الكواكبي. نعم. أو حياة الإمام الشهيد حسن البنا. أو حياة الحسين، في الواقع هذه حياة. صح. يعني بضيف هذه الأعمار وهذه الأعمال إلى عمري أنا. ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. نعم. الأعمار صحيح بيد الله، ولكن الأعمار المعنوية الاستشعارية بيد الإنسان. نعم. في يدك أن تعيش 1000 سنة، في يدك أن تعيش 200 عام، في يدك أرجو أن تكون هذه النقطة. نعم. الحمد لله. نعم. عسى الله يطول في عمرك إن شاء الله. طيب دكتور، أنا بين إيدي الآن يعني كتاب تحت عنوان في صحبة المصطفى. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي كذلك أدب الخلفاء الراشدين. نعم. يعني هذا كتاب ثاني، وفي كتاب ثالث المعارضة في الإسلام بين النظرية والتطبيق. نعم. فيريت لو تعطينا فكرة عن الكتب الثلاثة هذه. تفضل. اللي هو في هدي المصطفى في الواقع أنا قرأت كتاب الشفاء للقاضي عياض. نعم. هذا كتاب قيم جدا، والرجل صنعه للمؤمنين الخالص الإيمان. نعم. فأردت أن يفيد منه المسلم، ولكن الكتاب ضخم كما تعلم. بالضبط. فلخصته في هذا الكتاب في صحبة المصطفى. في صحبة المصطفى. نعم. يعد خلاصة مقطرة. نعم. لكتاب الشفا. نعم. للقاضي عياض. جميل. فهذه واحدة. نأتي لي اللي هو أدب الخلفاء. أدب الخلفاء. نعم. أدب الخلفاء الراشدين في الواقع أنا كنت أجد متناثرات في الكتب، خطبة أبي بكر. نعم. في كذا، خطبة عمر في كذا، رسالة عمر إلى سعد بن أبي وقاص، لكن لم أجد يعني بقدر علمي، قد يكون هناك ولا أعلم، لم أجد يعني كاتبا أو مفكرا استطاع أن يجمع هذه المنثورات. نعم. على كتب المدعي ويصنع منها بناء يستخلص الخصائص والسمات المشتركة والسمات الفارقة بين كل خليفة وخليفة. نعم. وما دس على هؤلاء الخلفاء من أدب هم منه أبرياء، يعني مثلا رسالة كالرسالة التي يزعم الزاعمون أن عثمان بن عفان وجهها إلى والي مصر. نعم. بقتل من يحملون هذه الرسالة. نعم. هي مدسوسة على عثمان بن عفان في الواقع. أنا حققت هذا في فصل من أدب الخلفاء الراشدين. نعم. بعنوان اللي هو الزائف الموضوع. أيوة. معايا. وكالخطبة المنسوبة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. نعم. والتي يعني يسب فيها الصحابة، هذه أيضا مدسوسة. نعم. على علي يعني ابن أبي طالب، لأن العلاقة ظلت طيبة بين علي بن أبي طالب كرم والخلفاء. نعم. والدليل على هذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا عرضت عليه قضية واستعصت عليه كان يضرب كفا على كف. نعم. ويقول قضية ولا أبا حسن إلاها. نعم. هذه القضية من الصعوبة بحيث تستعصي. نعم. على أعلم الناس وهو أبو الحسن. وبعدين الإطلاق الكنية كما تعلمون. نعم. عندكم
يمكن هذه ليست عندنا نحن المصريين، ولكن أبو فلان وأبو ياسر وأبو دي بقى يعني نوع من التشريف، مما يدل على قوة هذه العلاقة. أيضا أن أبا بكر حينما تولى أعطى علي بن أبي طالب قيادة طريق مهم جدا ليسد ثغرة من ثغرات المدينة التي كانت مهددة بغطفان ومهددة بالمرتدين، مما يدل على علي يعني. لكن الدساسين والوضاعين والأباكين والأباقين يريدون أن يشوهوا بهاء التاريخ الإسلامي. طيب هذا بالنسبة لأدب الخلفاء. فأنا استخلصت المظاهر أو السمات والأبعاد الفنية المشتركة، ثم استخلصت الأبعاد الفنية الفارقة، ثم حققت هذه الرسائل. يعني هي كانت رسائل وخطب وتوقيعات وجدل ومحاورات، يعني أعمال متكاملة. طيب، فهذا من الكتب التي أعتز بها. طيب أنا أشاهد كذلك كتاب آخر عنوانه أدب الرسائل في صدر الإسلام. هذا هو الجزء الأول. الجزء الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرسائل التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم للآخرين، يعني رسائل عددت أنواعها فتعجبت، يعني 8 أنواع أو 10 أنواع من الرسائل. منها الرسائل الإدارية، ومنها رسالة خاصة، رسالة حميمية أرسلها إلى معاذ بن جبل، وهذه رسالة تائهة لم يهتم بها أحد. أرسلها إلى معاذ بن جبل يعزيه في ابنه، وكان هو يعتز بمعاذ ابن جبل. لا يعني رسالة عندما كان تعزية، لما كان معاذ في اليمن، يعني اللي هو كان في اليمن وتوفي ابنه، فعلم رسول الله فأرسل له رسالة، وموجود نص الرسالة عنده. جميل. يعزي فيها ابنه. نبي عليه الصلاة والسلام مشغول بشؤون الأمة، في السلم وفي الحرب وفي القيادة وفي الإدارة وفي السراء والضراء وفي كل صغيرة وكبيرة، ومع ذلك لا ينسى وفاة ابن من أبناء المسلمين فيعزيه بالرسالة الخاصة. في رسائل التشريعية التي تبين الغنائم وإلى آخره. ومن عجب أنه كان يخاطب كل قبيلة بلسانها. رسائله إلى أقيال اليمن، يعني بلغة أهل اليمن، وبكلمات هي عربية، ولكن هي عربية لهجية لا تشيع إلا في اليمن. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي يعني مفاتيح الكلم، وولج أبواب البيان الرائع حقيقة. وهذه لعل يستفاد منها في العلاقات الدولية اليوم. في العلاقات، هذه العلاقات يفاد منها إلى أقصى حد لو تنبهنا، ولو فتحنا صدورنا ودخلنا هذا المدخل بنية طيبة وعقلية مفتوحة. لأنك تعلم التيارات السائدة الآن. في كثير من طيب في كتاب ما عرضت علينا المعارضة في الإسلام بين النظرية والتطبيق. أعطينا ملخص يعني عنه دكتور. البعض قال المعارضة وهذه كلمة مستحدثة، والله لا مانع أبدا أن نستعير كلمة إن كانت مستحدثة. لا مانع أبدا أن نستعير كلمة مستحدثة لموجود قديم. فمثلا اللي هو المسلمون لم يعرفوا مصطلح حرب الأعصاب مثلا. حرب الأعصاب هذه يعني مصطلح جديد، لكن لا مانع أبدا من أن نستعمله فيما يتعلق بموجود قديم، وهو القائد حينما القائد المسلم بعزة الإسلام حينما يهدد الإيه يعني الـ الـ الأعداء. معايا يعني حينما يرسل اللي هو مثلا هارون الرشيد رضي الله عنه، وهو كان من خيرة الأمراء والحكام، ومع أن كما تعلم العلمانيون شوهوا يعني تاريخه. فكان يرسل إلى قيصر الروم من هارون الرشيد إلى كلب الروم، لأن هذا القيصر كان قد أرسل يهدده ويطالبه بما حصله من الملكة التي كانت قبله. فمن وقال له لأرمينك برعاة الخنازير ورعاة الدجاج وأوساخ الناس.
وأوساخ الناس، يعني مش هحاربك إلا بالله. فيقول هل من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى كلب الروم، شوف عزة المسلم، إلى كلب الروم، والله لأرمينك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، ويحبون الموت كما تحبون شرب الخمر، وإن الخبر ما ترى لا ما تسمع أيها الكلب. إذا أنت أصلت المعارضة في هذا. فهنا المعارضة، مفهوم المعارضة، يعني لغة، ومفهوم المعارضة على المستوى السياسي، ثم وجدنا ذلك موجود في التراث الواقعي الإسلامي. أنا لم أعرض للتراث الفكري، لأن الفكري دكتورة نيفين عبد الخالق خدت المعارضة من الجوانب الفكرية في رسالة الدكتوراه، لكن من الناحية الواقعية هل كان هناك معارضة؟ بمعنى هل كان هناك الجندي الذي يقول لرئيسه لا فإن الحق كذا أم لا؟ وجدت هذا، وجدت هذا الحباب بن المنذر حينما يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، لا مرة واحدة، حينما يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بذ: يا رسول الله، أهذا موقع أنزلكه الله أم هي الحرب والخدعة؟ يقول له لا، ده اجتهاد شخص. يقول له فإني أرى أن ننزل في المكان الفلاني، هذا فينزل على رأيه. وتكرر هذا في خيبر أيضا من نفس الشخصية، من الحباب بن المنذر رضي الله عنه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأيه، على رأيه. بل أكثر من ذلك، وقع غريبة جدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الالتحام في بدر، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتز بمكارم الأخلاق من أي جهة صدرت ولو من كافر. فقال: إذا لقيتم أبا البختري بن هشام فلا تقتلوه، فإنه رجل وصال للرحم. وإذا لقيتم العباس بن عبد المطلب فلا تقتلوه. فمسلم سمع وقال: أنقتل بعلانية وأسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنقتل آباءنا وإخواننا ونترك عم رسول الله حرا لا نقتله؟ والله لئن عثرت عليه لألحمنه بالسيف، يعني لأجعل السيف يختلط بلحمه. فأنت إذن اهتميت في هذه اللقطة. هنا اللقطة، ماذا فعل رسول الله؟ نظر إلى عمر وقال: أيرضيك يا عمر أن يضرب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ وانتهى الموقف، وأشعر الرجل إشعارا تربويا بأنه تعجل في الحكم. لماذا أنا؟ فقال الرجل: وكنت أجد في نفسي يعني ما فيها، إلى أن أكرمه الله بالشهادة في اللي هو في 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 اليرموك. فإذا معناته أنا بس أريد أن أضيف إضافة. طب لماذا؟ طب أبو البختري بن هشام وصل للرحم. طب لماذا قال العباس بن عبد المطلب؟ العباس بن عبد المطلب كان عين رسول الله صلى الله عليه وسلم على 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 الكفار في مكة. وأتيت برسائل سرية برقية موجزة أرسلها العباس رضي الله عنه للرسول وهو في مكة سرية. إذا الكتاب كله يحتوي على قصص من هذا النوع، بحيث أنك تؤصل لمفهوم من هذا النوع، وليس قصص فقط ولكن لاستخلاص. ما شاء الله، الحوار معك ممتع دكتور. أكرمك الله. أمامي كتاب آخر كذلك، ودنا نعرف قصته، أثر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في اللغة العربية. اللي هو تعطينا قصة هذا الكتاب. هذا الكتاب أيضا كان بحثا مقدما لندوة استمرت 3 أيام في جامعة الرياض، يعني عن سر ضعف اللغة العربية ومظاهر ضعف اللغة العربية. الحقيقة يعني كان مؤتمرا يعني حافلا، فقدمت فيه هذا البحث ونوقش هذا البحث. ثم بعد ذلك أصر النادي الأدبي في المدينة المنورة أن يقوم بطباعته فطبعه، وهو مطبوع في المدينة المنورة. الحمد لله. في الواقع اللي هو وسائل الإعلام لها أثر كبير جدا جدا في مستوى اللغة العربية في وقت انحطت فيه اللغة العربية، أو هبطوا باللغة العربية في النطق، وخصوصا المذيعات بالذات. حتى في بدائيات اللغة، همزة الوصل وهمزة القطع، تجد مذيعة تقول: وقد زار فلان الإسكندرية في
المساء وهمزة الوصل والقطع. نعم. لا يتقنونها لا يعرفون وكثير جدا وترقيق الحروف المضخمة. نعم. يعني الصاد لا ينطقونها إلا سين. فتقول إيه يعني صدقني ولا يقولون صدقني. نعم. وكثير من هذا القاف كاف وكل شيء أصبح. ثم للأسف اللي بقول عليه اللي هو يعني اللي بسميه التسلل اللغوي، بعض كبار الأساتذة حتى يمكنون بعض المصطلحات أو الكلمات الإنجليزية أن تتسلل. نعم. إلى اللغة العربية أثناء حوار بيني وبينك. وسجلت أنا هذا، ما هي المسألة تجارب ميدانية. نعم. بالأغلب لو. نعم. قرأت هذا الكتاب فأشهد أن أحد الزملاء للأسف يعني يتحدث في حوار مع مذيعة في التلفاز فيقول لها وللأسف اللي هو مكتبات الجامعة أصبحت الآن يعني very very poor. الله، طب هو يعني فقيرة جدا أليس في اللغة العربية؟ ده احنا بنقول هناك فقر الدم، ممكن يكون فقر الثقافة. نعم. ممكن يكون مكتبات الجامعة يعني فقيرة جدا، يعني تحتاج إلى مراجع بدل ما نقول مكتبات الجامعة اللي هي very very poor، مع أننا المقابل الأحسن حتى. نعم. في جرس الكلمة. نعم. أشياء من هذا. نعم. القبيل. طيب. وما يجني على اللغة إلا أهلها. نعم. في الواقع يعني. نعم. لا شك حقيقة يعني اهتمامك في الأدب ونشر كل هذه الأبحاث وهذه الكتب يعني إن شاء الله تحاول أن تسعى لتوعية الأمة نحو نهضتها واهتمام بلغتها والأدب الإسلامي. دكتور، طبعا تعرف الآن واقع المسلمين. نعم. التشتت الموجود، نسبة كبيرة من الأمية والتخلف. طيب. نعم. كيف ترى بوجهة نظرك بعد هذا العمر وهذه التجربة في هذا المجال اللي حضرتك اختصيت فيه، كيف ترى نهضة المسلمين اليوم؟ يعني هل في رؤية معينة عندك؟ تقصد النهضة اللغوية ولا النهضة بصفة عامة؟ أتكلم بصفة عامة ودور الأدب في ذلك. أنا أقول لك كلمة واحدة. نعم. العودة إلى الأصفل منابع، القرآن. نعم. القرآن، نحن ونحن الصغار وعينا اللغة وتعلمنا اللغة وتعلمنا الأخلاقيات. نعم. وتعلمنا المبادئ ونحن صغار من القرآن الكريم في الكتاب، ما أعرف بتسموه عندكم في. نعم. الكتاب أيضا. نعم. الكتاب، وكنا نقول للقائم على الكتاب سيدنا مفهوم، وكنا نقبل يده الذي يحفظنا القرآن. وكان الواحد منا إذا بلغ 12 سنة ولم يحفظ أو يعني ما ختمش، كان يقال ما ختم، تكون فضيحة ويعزي الناس أباه فيه. نعم. وكان يوم التخرج ويأتي سيدنا البيت وتدور الذبائح والزغاريد، إيه ده فلان ابن فلان ختم النهاردة. معنى ختم أنه ختم القرآن ويجلس سيدنا ويطلب سيدنا اللي هو القيم على الكتب بيسموه إيه، المطوع. نعم، مطوع. ويجلس ويقول له يا فلان قل من الكهف، من أول الكهف، طيب قل من كذا من سورة البقرة، قل من كذا، ويسمع أمام الناس. أمام الناس. نعم. والزغاريد. نعم. تدور. نعم. والشارع كله والمدعوين يأكلون فرحا بابن فلان. نعم. لأنه ختم النهار، فكأنما هو حفل عرس أو إيه. نعم. يعني أو أكثر. كنا نحفظ القرآن دون أن نفهم المعنى، ولكن هي مسألة ترسب القرآن في أعماقنا. نعم. وطريقة ثم في التفكير. نعم. نعم. يعني النطق بيستوي ويقوم. نعم. ثم بنقوم إذا كبرنا بنستعيد، يعني أقول لك كل محفوظات الآن من الشعر أو من القرآن من عهد الصغر. نعم. ليه؟ لأن حصلت عملية ترسيب في العقل الباطن. أيوة. فالواحد بيقوم بعملية اكتراك. نعم. أو عملية استعادة للمخزون عنده. نعم. للمخزون يعني عنده. فهنا لابد من ثقافة قرآنية. نعم. بإعادة الكتاب إلى القرية، القرية العربية، القرية المصرية إلى آخره، إذا كان هناك تطور نستفيد. نعم. من التقنية الحديثة، من أجهزة الكمبيوتر، من إلى آخره، لكن لا بد أن يكون المحور الأساسي. نعم. في التثقيف هو القرآن، قمة البلاغة. إذا ترى الآن النهضة من هنا نبدأ. من هنا، هنا المنطلق. نعم. وهذا المنطلق لا ينفي اللي هو الاستكمالات الأخرى. بالضبط. يعني لا بد من امتدادات يعني أدبية. نعم. امتدادات بلاغية، امتدادات شعرية إلى آخره. نعم. لكن أنا هذا هو قطب الراحة.
نعم. الذي تخرج منه كل الايه كل الخيوط. نعم. هذا يعطينا نوعا من الاعتداد الديني لاعتداد القومي لاعتداد الوطني. نعم. لان البعض يقول لك لا نبحث عن القوميه. الله، ايه هي اسس القوميه؟ يقول لك الاسس القوميه العربيه اللي هي يعني اللغه والجنس العربي. ويا سبحان الله، هو محمد بن عبد الله رجل عربي ونزل عليه القران بلغه عربيه وبعث ابتداء بقوم من العرب. نعم. يعني الدعوه عامه شامله للعالم كله، لكن المنطلق كان اللي هم العرب. نعم. اساسا، وكما قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ماذا قال؟ اذا عز العرب عز الاسلام. نعم. اذا عز العرب عز الاسلام. لذلك لا تستطيع ان تتصور اسلاما منتشرا. نعم. مع الغاء العربي تماما. نعم. ليه؟ لان اللغه والقران عربي والناس والمبعوث فيهم رسول الله عربي، ورسول الله نفسه اللي هو عرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عربي. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم. على نبي عربي في منطقة عربية، وتبليغ الدعوة مطلوب أساسا أن يكون باللغة العربية. هذا لا يمنع. نعم. أن يترجم الدعوة، لكن نعم. المنطلق أن يكون اللي هو اللغة العربية. نعم. فحينما نقول القرآن هو المنطلق، إنما نقصد هو جماع. نعم. يعني منبع صوت جماع يجمع أصول القومية بمفهومها اللا تعصبي. نعم. ويجمع أصول الوطنية بمفهومها الاعتزازي، ثم هو جوهر الدين وهو دستور الإيه؟ يعني الدين. نعم. زيد على ذلك نقطة مهمة جدا، هل معنى ذلك أن ننقطع عن القرآن عن العالم؟ لا، ما هنشوف النبي الذي نزل عليه القرآن أيضا سنتتبع سنته ونرى توجيهاته، لان اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالقران ومثله معه يعني سنه. نعم. لذلك اللي هم علماء الاصول بيقولوا المصدر التشريعي الاول الوحي. نعم. ما هو الوحي؟ يعني جمعوه في القران والسنه. القران والسنه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي. نعم. اريد ان اقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب جدا في ضروره تعلم اللغه الاجنبيه. نعم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له لغة يهود. نعم. انتبه، أن أتعلم له بوصفه نبيا وقائدا وزعيما وقدوة. نعم. أن أتعلم له، وله يعني لحكومة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم لغة يهود. نعم. وفي رواية أتعلم له السريانية لغة يهود، يعني إذا لم يكونوا يتكلمون العبرانية الحالية. نعم. وقال لي يا زيد إني لا آمن يهود على كتاب. نعم. كتاب هنا يعني كتابة، ممكن يغشهم وحصل. وحصل يقولوا هذه هي كذا وليست كذا. نعم. فتعلمتها له، وفي رواية تعلمتها له في أسبوعين. نعم. زيد بن ثابت أقرأ الناس وأكتب الناس، أحسن واحد يقرأ وأحسن واحد يكتب. نعم. لذلك هو الذي جمع القرآن. نعم. يعني مرتين كما نعلم. فتعلمتها له، فكان إذا أراد أن يكتب لهم كتبت له بلغتهم، وإذا أراد أن يقرأ لهم قرأت له بلغتهم أيضا. ده عمليته زي ما بيقولوا اللي هو الترانسليتور اللي هو المترجم. طيب. فهذا أمر من رسول الله أن ننفتح على العالم. والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس به. طيب دكتور، نحن طبعا نتحدث معك عن حديث الذكريات، وما شاء الله نحن الآن في الدقائق الأخيرة والحوار معك ممتع، والذكريات لا شك يعني ما تكفيها حلقة ولا حلقتين، يعني حلقات كثيرة. أكرمك الله. لكن هل في مشروع الآن في ذهنك تعمل من أجله؟ هل في شيء تكتب الآن لم يصدر؟ والله شوف، هو الآن يعني أنا بدأت في سلسلة أنجزت منها حلقتين، وهو الأدب النصي للمرأة. نعم. المسلمة، الأدب النصي للمرأة المسلمة. يعني ابتداء من عصر صدر الإسلام. نعم. فيه نصوص تجدها في عصر صدر الإسلام، عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد الخلفاء الراشدين، العصر العباسي، العصر الأموي، والعصور وأنا ماشي. وبدأت بكتابين أو حلقتين، اللي هو خطبة السيدة عائشة تدافع فيها عن أبيها. نعم. لها خطبة ربما لم يهتم بها كثيرون. نعم. تدافع فيها عن أبيها، وحديث الإفك على لسان عائشة. على لسان عائشة خط الجوانب الأدبية يعني. نعم. نعم. يعني هو طبعا
الجوانب التشريعية لن أقف عندها. نعم. لكن هي الجوانب الأدبية، وطبعا هي أما تقرأ روايتها لحديث الإفك تجد ما نسميه الآن بالأدب الواقعي. نعم. العفوي. والواقعية العفوية هذه تعتبر قمة البلاغة الآن. نعم. لأنها بعيدة عن التعسف والتعمد، هي فيها انفعال. نعم. وليس فيها افتعال. نعم. جميل. يعني جميل. فيها مصداقية. نعم. وليس فيها إسراف. نعم. فهذا هو الكتاب الأول. طيب. الثاني خطبة السيدة عائشة تدافع فيها عن أبيها. نعم. حينما أراد قوم أن إيه؟ أن يجرحوا. طبعا شرح مبسط ليكون في يد الطالب، الكلمة ومعناها، ثم المعطيات الأدبية والمعطيات البلاغية بأسلوب حتى نحبب الناس ونقولهم عندنا أدب إسلامي من أول بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الآن. نعم. فنحن حينما جميل. يعني كوننا أو صرنا في رابطة الأدب الإسلامي العالمية، هذه مسألة تجديد وليست مسألة إنشاء من العدم. نعم. هذا تكملة. نعم. للمسيرة التي لا تنقطع ولن تنقطع إن شاء الله. جميل. طيب. هذا مشروع. نعم. اللي هو المشروع الثاني اللي هو عدة مسرحيات شعرية من اللي هو مجلود الضمير. نعم. وحش الحبشي، أوديتات، محكمة الهزل العليا. نعم. تحاكم الأيدي المتوضئة برضو انتهت تحت الطابع، وكذلك الرؤية الأخيرة ليوسف الصديق، ودي اللي هو فيها تلبس بين الماضي والحاضر. جميل. دون الجور. نعم. على المعطيات التراثية التي لا تخدش. نعم. نعم. ولعل يعني الحلقات القادمة سنتوسع معك قليلا دكتور في هذا الموضوع. نعم. أنا بقي عندي أكثر من كتاب لم أعرضه، ولكن أعرض فقط عرض من باب التعريف. نعم. التقليدية والدرامية في مقامات الحريري. نعم. ولعل هذا يعني من عام 1985. نعم. حضرتك كتبته. نعم. في كذلك كتاب قديم بإيدي، كلمات في التراث العربي. نعم. لك كذلك، وأمامي آثار التبشير والاستشراق على الشباب المسلم. نعم. والأدب الحديث بين عدالة الموضوعية وجناية التطرف. نعم. دكتور في آخر دقيقة ماذا تحب أن تقول؟ تفضل دكتور. يعني أريد أن أقول أنني أعيش الآن فرصة طيبة. نعم. إذ أقول ويصل قولي، إذ أتكلم وتصل كلمتي. نعم. لإخوة أحباب أرجو أن يعيشوها كما عشتها. نعم. وأكثر فعل في القرآن الكريم استعمالا هو كلمة قل. نعم. فعل الأمر قل أكثر من صل وزك وإلى آخره. نعم. لكي يعطينا جوهر الإعلام المتجدد. نعم. قل هو الله أحد. نعم. قل كذا قل كذا، فأنت تقول والذي يسمع يقول والذي. نعم. يسمع يقول بالضبط مثل الصورة المكررة بين مرآتين متقابلتين. نعم. جميل. لا تنتهي أبدا. نعم. هذا هو منطق الإعلام الإسلامي الدائم المتجدد الذي لا يخرب. نعم. فأنا أقول. نعم. وأتمنى أن يقول الإخوة يعني ما يسمعون إن وجدوه حقا. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. عموما دكتور جابر القميحي، قميحة، شكرا على هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل يعني يمتع الأمة ببقائك وتخدمها في مؤلفاتك وفي اهتمامك في الأدب والشعر، وشكرا دكتور. الحمد لله. حياك.